بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس الجديد اللي تعلقنا طبعا بالمغرب في عهد الساديين. طبعا مكانة دولية. إذا القسم السادس طبعا نرجع هو الجديد في الاجتماعيات. نشرع على بركة الله. الهدف أتعرف دور السعديين في مواجهة الاحتلال الإيبيري وأفسر علاقاتهم بأوروبا بعد معركة وادي المخازن وأدرس قصراء البديع. إذا دور السعديين في مواجهة الاحتلال الإيبيري الأولى، ثم تفسير علاقاتهم بأوروبا بعد معركة وادي المخازن، وأخيرا دراسة معلمة تاريخية لقصر البديع. أمهد لتعلمي بعد فترة الضعف التي عرفها المغرب في نهاية الدولة المارينية ونتيجة لما تعرضت له سواحله من غزو إيبيري. إذن ظهرت أسرة العلويين التي عملت على تحرير هذه السواحل وإعادة الهيبة للبلاد. نعم، فما الدور الذي لعبه السعديون في مواجهة الاحتلال الإيبيري؟ سنتعرف على الدور الذي لعبه السعديون في مواجهة الاحتلال الإيبيري، تأثير معركة وادي المخازن على علاقة بين المغرب وأوروبا، وكيف أدرس معمار مدني قصر البديع وفضاء دبلوماسي. نعم، طبعا أنجز طبعا أنشطتي. النشاط الأول، لاحظوا جيدا، أتعرف دور السعديين في مواجهة الاحتلال الإيبيري. نشوفوا الخط الزمني، محطات من تاريخ المغرب خلال القرنين 15 و16 ميلادية. هنا كاين ضعف المغرب الاحتلال الإيبيري للسواحل. إذا هنا كانت 1465 نهاية حكم المارينيين، معنى ذلك كان احتلال إيبيري للسواحل. هنا 1510 بداية حكم السعديين، وهنا هذه فترة حكم السعديين وتقوية الدولة المغربية طبعا. وطبعا مهم هذه التواريخ، هنا 1578 ميلادية، وهذه مهمة، محطة مهمة، 1578 معركة وادي المخازن. نعم، نعود نمر إلى الخريطة. الاحتلال الإيبيري، نعم، لاحظوا جيدا، هنا عندنا في المفتاح نقطة انطلاق السعديين، جيد. ثم هنا السعديون، لاحظوا هنا السعديون، هنا نقطة انطلاق السعديين، هنا طبعا السعديون، وطبعا ثم هنا اللون هذا البرتغاليون. نعم، لاحظوا البرتغاليين جاءوا على المحيط الأطلنطي، ثم هنا الإسبان على الساحل المتوسطي، هنا باديس ومليا. ثم قلنا أرصد من الخط الزمني تاريخ انطلاق حكم السعديين، بداية حكم السعديين 1510، طبعا 1510 بداية حكم مين هو هذا؟ فترة احتلال الإيبيري للسواحل المغربية. فطبعا فنهاية الحكم مين تكون الاحتلال، إذن 1465 حتى 1510، الفترة هذه 1465 إلى 1510، علاش؟ لأن كانت نهاية حكم الماريني معنى الاحتلال الإيبيري للسواحل. وحددوا المناطق التي احتلتها كل، إسبانيا والبرتغال. نعم، درجنا الخريطة، هذه المناطق التي احتلتها طبعا إسبانيا، احتلت هاد طبعا باديس كما ترون ومليليا، بينما طبعا البرتغال احتلوا طبعا طنجة، أزيلا، لحظة، أزمور، أسافي، أكادير. إذن على هذا الطول الساحل الأطلنطي، هنا الساحل المتوسطي. أعطيكم إجابة مكتوبة الآن، استخرجوا من الوثيقة ثلاثة أسباب لهذا الاحتلال. إذا سنقرأ الوثيقة ثلاثة لنحدد أسباب طبعا الاحتلال. سعى البرتغاليون منذ أن احتلوا سبت سنة 1415 إلى السيطرة على المغرب، علاش؟ إذا الأسباب بغيتها الهيمنة على السواحل الإفريقية، والاستفادة من خيراتها الطبيعية والبشرية، وتأمين طرقها التجارية الموصلة إلى خيرات إفريقية جنوب الصحراء. إذا الهيمنة على السواحل الإفريقية، الاستفادة من خيراتها الطبيعية والبشرية، دوما بالأسباب، تأمين طرقها التجارية الموصلة إلى خيرات التجارية. نعم، إذا ثلاث أسباب، كاين الهيمنة على السواحل، الاستفادة من خيرات ديالها، وتأمين طرقها التجارية. نعم، استخرج من الوثيقة أربعة المهمة التي قامت من أجلها حركة السعديين. نقرأ الوثيقة،
إن الوجود الإيبيري في السواحل المغربية وغياب سلطة قادرة على صد هجماتها هجمات الإيبيريين كان لهما دور كبير في قيام السعديين بالجهاد في منطقة السوس. إذن المهمة التي قام أجلها السعديين هو طبعا الجهاد بمنطقة السوس طبعا لصد هجمات الإيبيريين. خصنا نعرفوا شكون هما الإيبيريين. أولا الإيبيريين نسبة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية اللي كتضمن إسبانيا والبرتغال، كتضمن إسبانيا والبرتغال. هل الإجابات هي مكتوبة؟ نعم. بالنسبة لتاريخ انطلاق حكم السعديين 1510، فترة احتلال الإيبيري نهاية الحكم طبعا المهنيين بات سنة 1165 ميلادية هو 1510. المناطق التي احتلتها كل من إسبانيا والبرتغال، إسبانيا السواحل المتوسطية كما ترون هنا هما، عندنا مليليا غاديز، والبرتغال عندنا أكادير، أسافي، أزمور، أصيلة، وحتى طبعا طنجة، وطبعا هنا سبتة. نعم. إذا هنا غنمشيو من الوثيقة أسباب هذا الاحتلال. كانت الهيمنة على السواحل الإفريقية، الاستفادة من خيراتها، خيرات طبعا الدول الإفريقية الطبيعية والبشرية، ثم تأمين طرقها التجارية الموصلة إلى خيرات إفريقيا جنوب الصحراء. المهمة التي قامت منها طبعا حركة السعديين هو الجهاد لصد هجمات الإيبيريين في السواحل المغربية. نعم. نمر الآن إلى مواجهة الاحتلال. نعم. ثانيا عندنا هنا نوضح الصورة أعتقد. نعم. هنا نعم. مواجهة الاحتلال الإيبيري. لما رأى أهل السوس ما داهمهم الاحتلال الإيبيري ذهبوا إلى الشيخ صالح أبي عبد الله بن محمد المبارك ليقود جهادهم، فقالهم إن رجلا من الأشراف السعديين بيت ذات من بلاد درعا، فبعثوا إلى أبو عبد الله القائم بأمر الله فبايعوا للجهاد. نعم. هذا نص مهم لمواجهة الاحتلال الإيبيري. نعم. الخط الزمني مراحل تحرير السواحل المغربية من طرف السعديين. مراحل تحرير السواحل هنا 1510 مبايعة محمد القائم بأمر الله، لاحظوا إذا هنا مرحلة نشأة الدولة الإدريسية، مرحلة نشأة الدولة الإدريسية. نكبر الصورة شوية. مرحلة نعم نشأة الدولة الإدريسية السعدية عفوا. هنا 1541 كان استرجاع حصن سانتا كروز وأزمور، ثم 1550 استرجاع أزيلا وقصر الصغير. نعم. هنا طبعا الاتجاه المتوكل للبرتغال ضد عبد الملك، يعني لاسترجاع عرشه المتوكل مشى عند البرتغال للاستنجاد ضد عبد الملك. معركة وادي المخازين وتولية أحمد منصور، وكان في انتصار لأحمد منصور. ثم طبعا استقرار سياسي ووضع تنظيمات إدارية وعسكرية، توسيع رقعة الدولة، إكساب المغرب هيبة دولية. إذا هنا مرحلة الدولة السعدية تحرير الثغور، يعني أخيرا مرحلة الضعف وفاة السلطان أحمد المنصور. وفاة السلطان أحمد المنصور. دابا نمشيو للأسئلة ونكبروا الصورة، كل ما كبرنا الصورة كل ما مزيان. نعم. عندنا هنا أحدد المنطقة التي انطلقت منها حركة مواجهة الاحتلال الإيبيري. إذا هي طبعا بلاد درعا. نعم. طبعا منطقة طبعا سوس. نعم. منطقة سوس. نعم. ثم كما جاء في النص منطقة سوس. نعم. أحدد تاريخ بيعة زعيم حركة تحرير السواحل المحتلة. إذا طبعا مبايعة تحرير طبعا هو طبعا التاريخ ديالها 1510. 1510 أرصد من خلال الخط الزمني مراحل استرجاع المناطق المحتلة في جدول. نعم. منطقة إلى منطقة سانتا كروز وأزمور، ثم أزيلا وطبعا القصر الصغير، والتاريخ استرجاع ديال هذه 1541 وهذه 1550. ها هما هنا قلنا الأولاني المنطقة طبعا التي طرقت فيها حركة مواجهة الاحتلال الإيبيري هي منطقة سوس، وتاريخ بيع الزعيم طبعا الحركة تحرير هي 1510، وهذه المناطق التي تم استرجاعها سانتا كروز وأزمور 1541 وأزيلا وقصر الصغير 1510. نمشيو للنشاط الثاني. نعم. النشاط الثاني ها هو
جيد، أفسر تأثير معركة واد مخزن على العلاقات بين المغرب وأوروبا. نعم، لاحظ هنا قصد محمد المتوكل الملك البرتغالي سيباستيان، إذا المتوكل قصد الملك البرتغالي وطلب منه المعونة ضد عمي عبد الملك، علاش باش يسترجع؟ طبعا السلطة. فشرط عليه الملك البرتغالي سيباستيان أن يكون النصارى سائر السواحل وله سائر السواحل وله ما وراء ذلك كله، فقبل المتوكل. فنزل الجيش البرتغالي على واد مخازن إلى أن هبت على المسلمين ريح النصر وقتل سيباستيان غريقا في الوادي. نعم، إذا ها مكان نزول القوات البرتغالية هي في أزيلا، وجاو في الاتجاه هذا اتجاه تحرك القوات البرتغالية إلى أن وصلوا إلى واد المخازن، حيث هنا كانت مكان وقوع معركة واد المخازن. نعم، استخرج من النص أسباب معركة واد المخازن. إذا الأسباب ديالها هو أن طبعا استنجاد محمد المتوكل استنجاد بملك البرتغال طبعا لطلب المساعدة ضد عمه. ثم طبعا من بين الأسباب الثانية الخفية هي تحرير السواحل، أي استرجاع السواحل، تحرير السواحل واسترجاعها. نعم، وحد تاريخ ومكان وقوع ونتيجة المباشرة نتيجتها تاريخ ومكان وقوعها. إذا وقعت نواحي القصر الكبير، ها هي هنا نواحي القصر الكبير، أنا المكوس، ها طبعا واد مخازن، وطبعا سنة 1578 رجعنا للخط الزمني غنلقاوها 1578 في الخط الزمني، رجعوا للخط الزمني. والنتيجة المباشرة هي النصر المسلم، انتصار المسلمين، ها هي سنرى أن الجواب. إذا تاريخ وقوعها 1578 4 غشت حسب الخريطة بن شبوه نواحي القصر الكبير، انتصار المسلمين وقتل سيباستيان غريقا في الوادي، ها هي 4 غشت، ها هي 4 غشت 1578. أبين كيف لعب المعركة موقع ديال المعركة لصالح السعديين. طبعا الموقع ديال المعركة هو أنه طبعا كان طبعا هذو واد مخازن، حيث هناك قنطرة طبعا تم إغراق فيها سيباستيان وجنوده. نعم، إذا هنا غنشوفوا بعض المعطيات. هنا محمد المتوكل سلطان سعدي بين 1574 و 1576 تحالف مع الأوروبيين الإيبيريين بعد أن فقد عرشه، توفي عام 1578 طبعا في المعركة واد مخازن. سيباستيان ملك البرتغال من 11 يوليو 1557 إلى 4 أغسطس 1578 في الوقت المعركة، قتل في معركة وادي المخازن. الآن سنرى مع علاقة المغرب مع أوروبا بعد معركة واد المخازن. الأولى العلاقات مع الإيبيريين اللي هم البرتغال والإسبان. طلب السلطان الإسباني من أحمد المنصور السعدي أن يفدي له أكابر الأسارى، رجع له أكابر الأسارى الأسرى بعد هزمه في معركة واد المخازن، ففداهم النصراني بأغلى ثمن، وقبض فيهم المنصور مالا عريضا من الفضة والسلع، وطلب منه أن لا يتحرك إلى سواحل البحر. ما الذي طلب الملك إيبيري من أحمد منصور السعدي بعد المعركة استرجاعه؟ نعم، طلب منه أن يفدي له أكابر الأسارى، طلب منه أن يفدي له أكابر الأسارى، نعم، عند الهزامي في الحرم. ثم طبعا نعم، مقابل مال عريض، مقابل مال عريض. سأعطيكم الجواب، أستخدم الوثيقة ثلاثة شروط أحمد منصور لتلبية مطالب الملك. إذا شيء الشرط طلب أحمد منصور هو أنهم ألا يتحرك إلى سواحل البحر، شرط الباب عدم تحرك طبعا الجيش ديال الإيبيري في سواحل البحر. نعم، أبين انعكاسات معركة واد مخازن على العلاقات السياسية بين المغرب والإيبيريين. هذا طبعا ما سنراه هنا، لاحظوا الجواب. إذا عندنا العلاقات مع الإيبيريين، طلب الملك الإيبيري من أحمد منصور السعدي بعد معركة واد مخازن أن يفدي له أكابر الأسارى مقابل أغلى ثمن، يعني مال عريض. والمطالب ديال وشروط أحمد منصور لتلبية مطالب الملك الإيبيري عدم التحرك إلى سواحل البحر. وطبعا هاد انعكاسة معركة واد المخازن فأعطت المغرب مكانة عالية دولية عالية، سيادة، إعادة الهيبة للمغرب، إعادة الهيبة للمغرب. هذو فكرتين مهمتين. دابا العلاقة مع فرنسا، كلف ملك فرنسا هنري الثالث قنصله بالمغرب بتاريخ 16 يوليو 1573 بتقديم تهاني فرنسا لأحمد منصور ورجاء فرنسا بأن يأذن لمراكبها بالدخول الموانئ المغربية، وبقرن يسلفه ملك المغرب إلى فرنسا، وقد استجاب السلطان منصور.
وسمي انطلاقا من النص اربعه الحدث الذي هنأت فرنسا المغرب عليه، هو انتصار في معركه واد مخازي، انتصار المغرب في معركه وادي مخازي، استخرج مطالب فرنسا لدى المغرب. مطالب فرنسا هي ان ياذن لمراكبها بدخول الموانئ المغربيه، ان ياذن لمراكبها بدخول الموانئ المغربيه وقرض يسلفه ملك المغرب الى فرنسا. نعم، اذا جوج حوايج، الاذن لمراكبها بالدخول الى الموانئ المغربيه، السماح بالدخول ديال الموانئ المغربيه، ثم يتسلف قرض يسلفه المغرب. اذا اسمي الطرف الاقوى في العلاقات المغربيه الفرنسيه وبينه اثر معركه واد مخازي في ذلك. اذا الطرف الاقوى هو المغرب طبعا، لانه هو الذي طبعا هو اللي يسمح المراكب ديال فرنسا بالدخول الى المغرب. اذا فالطرف طبعا قوي هو المغرب. انتصار المغرب في معركه واد مخازي هو السبب. وطبعا شنو طلبت فرنسا؟ السماح لمراكب فرنسا بالدخول الموانئ المغربيه، منح قرض يسلفه ملك المغرب الى فرنسا. والطرف الاقوى قلنا المغرب، لان المغرب بعد انتصار المغرب اسس علاقات مع فرنسا. العلاقات مع انجلترا تكشف المراسلات التي كانت للسلطان المنصور السعدي مع ملكه اليزابيث، وكذا لوائح الهدايا المتبادله بينهما، ان انجلترا كانت في مقدمه الدول الاوروبيه، وكان من اوائل طبعا الاتصالات بين البلدين ما تجلى في الرخص لتسهيل عمل التجار الانجليز بالمغرب. من النص استخرج ما يدل على ان العلاقات بين المغرب كانت وطيده، هي مراسلات بين السلطان والى اليزابيث الملكه، ثم لوائح الهدايا المتبادله بينهم. اعيد، كاين المراسلات والهدايا، وحدد المطلب الاقتصادي الذي كانت انجلترا ترغب في ان يرخص لها بالمغرب، هو طبعا الترخيص يرخص ترخيص لتسهيل عمل التجار الانجليز بالمغرب. اذا الترخيص لتسهيل عمل التجار بالمغرب. وبين طرف الاقوى في العلاقات المغربيه طبعا. ثم نمر الى السؤال الموالي، او ادرس معمارا مدنيا قصر بديع فضاء دبلوماسي. طبعا لدراسه اي معمار كيف ما كان نقوم بتحديد الموقع ديالو، نعرف بمن بنى، الهدف منه هو نصفه ونحدد وظيفته. امر المنصور بتاسيس البديع، وجمع له اهل الهندسه والصناع من اقطار المغرب، وجلب له الرخام من بلاد الروم ايطاليا، وهو على هيئه مربع نعم، وتوجد به اربع قباب رئيسيه ومتقابله سطحها بالقرميد، وتحيط بوسط القصر اروقه باعمده رخاميه، وفي كل زاويه صهريج مرخى، بالاضافه الى الصهريج الاوسط، واستعمل الزليجو في نقريش الارض، والجبس منقوشا في السقوف والجدران، وموهن بخالص الذهب، وتحيط بالقصر حديقه وساحه عظيمه. اذا نلاحظ ها هو تصميم القصر ديال مراكش. طبعا هنا صهريج هو هذا، عندنا هنا قبه هي هذه القبه، ثم عندنا بستان ها هو، وبستان اخر طبعا، هنا السور الخارجي. اذا المواصف ديالو هو مربع الشكل. بعد انتصاره في معركه وادي المخازي وبيعته سلطان، بنى احمد المنصور داخل قصبه مراكش قصرا فخما، هذا الوظيفه ديالو الاستقبالات اطلق عليه اسم بديع، ودام بناؤه من سنه 1578 الى 1599. اذا البديع، كلمه البديع جايه من البداعه، ابداع. نعم، هنا كنتمنى تكون الصوره واضحه. طبعا لاحظت الصوره وقيمه واضحه. وقد ظل البديع منذ نهايه البناء المركز الاول في الدوله لتنظيم البعثات طبعا الدبلوماسيه التي ردت صدى القصر من مختلف دول اوروبا واسيا، كما كان محفلا مكان للحفل يلتقي فيه اعيان الدوله، اي لرمضان واعياد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا باش نديروا طبعا ونصفوه خصنا نحدوا الموقع، هو قلنا طبعا المدينه، مدينه مراكش هي، ثم تاريخ البناء دام بناؤه ما بين 1578 الى 1594، مؤسس احمد المنصور السعدي، الوظيفه السابقه للاستقبالات، البعثه الدبلوماسيه، مكان الحفلات غير رمضان اعياد مولد النبي الشريف. الوظيفه الحاليه فهو معلم سياحيه تاريخيه. اذا طبعا قلنا الشكل ديالو فهو مربع الشكل، وطبعا كيتميز بالزخرفه وبتعدد النقوش كما قلنا. طبعا فالجبس منقوش، وطبعا تفريش الارض، فهذه كلها واستعمال الزليج، هذه كلها طبعا كانت طبعا ما يسمى بالمرافق، ومنها مواد بناء الزخرفه. تحاولوا تصوبوا موضوع بهذا، تقولوا يقع طبعا
قصر البديل مدينه مراكش بناه حبسه مؤسس هو احمد منصور، حيث كانت وظيفته السابقه استقبالات وبعثات ومكان الحفلات ما يرى رمضان وغيره. ثم اما وظيفته الحاليه فهو يعتبر معلمه سياحيه تاريخيه تجذب العملة الصغيرة.